ازيك يا ابراهيم؟ اهلا عبد الحميد، ازيك يا راجل؟ انت ما بتجيش القهوه ليه؟ والله يا عبد الحميد يا اخويا انا باخد ورديه بالليل ومش فاضي. بقول لك يا ابراهيم، هو انتوا مش بيتكوا عند النافوره؟ ايوه بيتنا عند النافوره. مش لك يا ابراهيم اخت اسمها عطيات؟ ايوه دي مراتي. انا امبارح الساعه 2 بالليل شفت الواد مهاب الكهربائي خارج من بيتكو. مهاب دي لا كهربائي ولا بيفهم في الكهرباء. بقى يا راجل اشوفك امبارح انت والمدام في البلكونة وما تسلمش عليا. لا والله يا صاحبي مش انا. انت مواطن، انت متجوز مين؟ متجوز واحدة ست يا بيه. انت بتهرج، هو في حد بيتجوز واحد راجل؟ ايوه يا بيه اختي. انت من اهل البيت؟ انا لا بيه، لا لا لا، انا من كفار قريش.